لما في مرة سألوا الممثل الأمريكي توم هانكس انت ليه أصبحت ممثل؟ قام رد عليهم وقال لهم الشهرة حلوة وان الكل يكون عايز يتصور معاك وسلفياتك للصبح والعين تكون عليك في كل حتة تروحها يا عيني يا عيني يا عيني، ولا يمكن عشان الفلوس تلعب في ايديك وتقدر تشتري اي حاجة انت عايزها وتاخد جوائز هنا وتاخد جوائز هنا وتتكرم من دول وتتكرم من دول وتقابل رؤساء وتقابل وزراء يابا 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 يابا. وبعدين سكت فجأة وبصلهم وقال لهم ان كل الكلام ده زي الفل، لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليك تستحمل متاعب الشغلانة دي وتكمل فيها When you work in the movies, part of you gets to live forever. في الحلقة دي هنتكلم على فنانين ماتوا في 2019 ولكن سابوا لنا كم من الفن والإبداع اللي هيخلونا نفتكرهم مهما عدت الأيام. لما ابتديت تحضير للحلقة دي قلت ان انا هتكلم على محمود الجندي وعزت ابو عوف، ولكن على اخر الشهر مات فاروق الفيشاوي فقلت ان انا بحب الراجل دوت ولازم اتكلم عليه، وبعديها بحبة البقاء لله مات طلعت زكريا فقلت ان انا لازم اتكلم عليه هو كمان، وبعد كام اسبوع مات هيثم احمد زكي فقلت ان هي شكلها هتكون سنة منحوسة ومنيلة ب60 نيلة فنصبر لغاية لما تخلص واطلع منها على خير وبعدين اعمل الحلقة دي. فادينا اهو دخلنا الحمد لله في 2020. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان القناة تكبر بيكم، واعملوا شير وبعتوا الفيديو دوت لكل الناس اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش. انا بشاي بدير وانا بحب السيما فقلت اعمل حلقه جديده. اتولد محمود الجندي في مركز ابو المطامير في محافظه البحيره يوم 24 فبراير سنه 1945. قال عليه الممثل صلاح السعداني ان هو من اكثر الفنانين سوءا للحظ، وهذا النحس وسوء الحظ كان محلفه من وهو صغير لما كان عنده 8 سنين وانضم لفرقه مسرحيه، وهذه الفرقه كان اللي قايم بيها هم الاخوان المسلمين، وهو بقى لا كان فارق معاه سياسه ولا دياوله ولكن كان همه ان هو يمثل فقط. ولكن في 1954 لما ابتدت عمليات القبض على الاخوان اسمه كان موجود في كشف اللي مفروض يتقبض عليهم، فراحوا له لغاية بيته وفعلا كان هيقبضوا عليه، ولكن الحاجة الوحيدة اللي وقفتهم لما اكتشفوا ان هو عيل صغير عنده 8 سنين. وعدت الايام وخلص الاعدادية ودخل المدرسة الثانوية الصنايعية قسم نسيج على اساس ان هو هيقدر يلاقي شغل بسهولة بعديها، وبعد ما خلص نزل القاهرة، ولكن من حبه للفن قرر ان هو يقدم في معهد التمثيل وما تقبلش في الاول عشان هو كان خريج صنايع وكان المطلوب ان هو يكون خريج على الاقل ثانوية عامة، ولكن بعد ما تقدم للاختبار وشافوا موهبته في التمثيل الكبيرة قرروا ان هم يدخلوه المعهد، ولكن بشرط ان هم يمتحنوه في الانجليزي بعد 6 شهور. وعدت الايام وذاكر ونجح واصبح طالب دايم في المعهد، وكان بيدرس الصبحية في المعهد وبيشتغل بالليل في مصنع لملابس الجيش. وجات له اول ادواره في 65 في مسلسل مع عادل امام وسعيد صالح، ولكنه شد مع المخرج فكلمة من هنا على كلمة من هنا محمود الجندي ساب المسلسل تماما وقال يدور على ادوار في حتة تانية. ولكن هبت علينا حرب 67 ودخل الجيش وسوء الحظ فضل وراه. ان هو يخش الجيش دي مش مشكله، في ممثلين كتير دخلوا الجيش زي نور الشريف، محمود وفيق، لطفي لبيب، وقدروا ان هم يخلعوا على طول على طول، ولكن محمود الجندي فضل متبت فيها مش عارف يطلع لمده 7 سنين، وما طلعش منها غير في 1974 بعد ما خلصت حرب اكتوبر. وقتها حس ان اهم سنين عمره ضاعت منه وشبابه راح هدر، ويمكن الحاجه الوحيده اللي كانت واقفه في صفه ان وشه كان بيبي فيس وملامحه ما اتغيرتش قوي، وتحس ان هو لسه في اوائل العشرينات وهو كان فوق ال30. ومن هنا الراجل كان بيعمل كل حاجه، كان مساعد مخرج وبيمثل وبيكتب مسرحيات وبيكتب شعر وبيغني، وعمل اول ادواره في فيلم دعاء المظلومين سنه 1977، وبعديه طبعا دوره في فيلم شفيقه ومتولي لسعاد حسني. سمعت ده بقى نقول ايه ابو رخدوه ايه
قبل امك يا اخي روح امك. وفي 79 عمل دور في مسلسل ابناء الاعزاء شكرا مع فاروق الفيشاوي اللي هنتكلم عليه كمان شويه. واشترك في مسرحيه مدرسه المشاغبين وعمل دور احمد زكي بعد ما ساب الموضوع، ولكن لسوء الحظ المسرحيه ما اتصورتش فما فيش ناس كتيره شافته هو بيمثل الدور دوت. شارك مع فؤاد المهندس في مسرحيه انها حقا عائله محترمه ومسرحيه البرنسيسة مع ليلى علوي في 84، وطبعا مسرحيه علشان خاطر عيونك مع شريهان. سنه 1990 قرر ان هو يشوف حظه في المزيكا، عمل اول واخر البوم ليه باسم فنان فقير. رغم ان الالبوم كان فيه اغاني حلوه وسابق وقته، الا ان هو وقتها ما نالش اي اعجاب من اي حد، وده يمكن حطم محمود الجندي سنتين وخلاه يبطل يغني ويركز في التمثيل اكتر. بني ادم يا بدنجان، البني ادم يا بدنجان، عايز يبقى عليا الرز عليه المز. في التسعينات فضل مكمل في الادوار الثانيه وساعات الادوار الثالثه، زي تمثيليه زيزينيا باجزائها الثلاثه، دور سلامة الطفشان في شمس الزناتي، فيلم اللعب مع الكبار، حدوته مصريه، ومسلسل علي الزيبق، الى سنه 2000 لما مات صديق عمره واقرب واحد ليه في مجال الفن الممثل مصطفى متولي. وبعديها بسنه في 2001 حصلت حريقه كبيره في بيته وادت الى وفاه مراته ضحى اللي متجوزين بعض بقالهم حوالي 26 سنه، وماتت وهي 48 سنه. والناس سابت وفاة مراته ووفاة صاحبه والحالة النفسية الصعبة اللي هو دخل فيها، وقعدوا يقولوا ان الحريقة اللي حصلت في بيته ديت ابتدت بسبب كتب الالحاد اللي موجودة في المكتبة عنده، وان هو كان السبب فيها. فساب التمثيل وساب الشهرة وساب الناس كلها وبعد عن الانظار. وبعد 4 سنين في 2005 اتجوز الممثلة عبلة كامل، ورغم الحب الكبير اللي بينهم وعلاقتهم المتناسقة في كل حتة، الا ان هم سابوا بعد فترة قليلة، ورجع تاني للتمثيل في 2006 بدوره في فيلم واحد من الناس مع كريم عبد العزيز. وبعدين عمل فيلم خارج عن القانون وفيلم كباريه. طب استهدى بالله، استهدى بالله، وانت كمان يا نوج استهدى بالله وامي لا هدومك، وليله البيبي دول، والحرب العالميه الثالثه اللي كان من اخراج ابنه احمد الجندي. واشترك في تمثيليه الاب الروحي والجماعه وظل الرئيس، وفضل يعمل ادوار في تمثيليات وافلام كتيره لحد مسلسل رمضان كريم في 2017 بتاع روبي، لما حس وقتها ان محدش بقى بيحترم تاريخه واسمه ساعات ما بيتكتبش اصلا، وقرر ان هو يعتزل التمثيل. لكن الموضوع دوت ما نفعش قوي، وبعديها بسنه عمل فيلم هروب اضطراري عشان يكون دوت اخر فيلم يعمله. وفي 11 ابريل مات محمود الجندي بعد ما جات له سكته قلبيه وهو عنده 74 سنه. لما يكون في فرقة موسيقية ويكون فيها عمر خيرت ولكنه بيلعب درامز وما بيلعبش بيانو، فلك سيدي السبسكرايبر ان تتخيل مدى موهبة الراجل اللي بيلعب البيانو، وهذا هو عزت ابو عوف. اتولد في 21 اغسطس سنة 1948 باسم عزت احمد شفيق ابو عوف. ابتدى يتعلم بيانو في الكونسرفاتوار في القاهرة من وهو عنده 8 سنين، وكان معاه في نفس الفصل عمر خيرت وعمر خرشد. وخلص المدرسة ودخل كلية طب رغم ان هو ملوش قوي فيها، ولكن عشان يرضي ابوه اللي قال له عايز تلعب مزيكا على راسي ولكن تحترف المهنة وتطلع مزيكاتي ده بعدك، روح شوف لك شغلانة مفيدة. ولكن عزت ابو عوف ما سمعش كلام ابوه، ومن ورا ظهره وهو عنده 19 سنة عمل فرقة باسم لوبتي شا مع عمر خيرت وعمر خرشد وواحد صاحبهم رابع اسمه وجدي فرانسيس، وكانت أول فرقة مصرية بطعم غربي بتغني أغاني أجنبية، وكانوا بيعملوا حفلات في مراكب على النيل. وبعد كام سنة سابهم وانضم لفرقة تانية اسمها ذا بلاك كاتس، وكان مفروض هو وطلعت زين هيعملوا مع بعض فرقة اسمها بلاك أند وايت، ولكن لاختلاف مواعيدهم الموضوع مكملش، وكانت كل الفرق دي كوم، والفرقة اللي هنتكلم عليها دلوقتي كوم تاني خالص. في يوم الايام وهو قاعد في اوضته بيالف لحن جديد على البيانو، دخلوا عليه اخواته البنات الاربعه منى ومها ومنال وميرفت، وقعدوا يدندنوا مع بعض. واذ بعزت ابو عوف بيوقفهم وقال لهم ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده في لحن حلو بيطلع، ده مفيش نشاز، ده في هارموني وفي مش عارف هامينج وسلالم موسيقيه وكلام زي الفل. ومن هنا عزت ابو عوف عرض عليهم ان هم يكونوا مع بعض فرقه، ولكن ابونا هينفخنا، لا محدش هيقول له، امنا هتدارلنا، طيب ماشي نعملها امتى؟ نبتدي دلوقتي. وقرروا ان هم يعملوا فرقه باسم الفور ام، وكان المفروض ان هم يغنوا فتره الصيف بس. وعملوا اول حفلات ليهم في 1979، وبعد كده عملوا حفله في مهرجان الاسكندريه السينمائي، وصورهم ابتدت تنتشر وتطلع في كل الجرايد والمجلات، وباباهم عارف وفعلا زعق لهم ولكن وافق ان هم يكملوا ويغنوا مع بعض. واللي كان المفروض يكون بس الشهرين بتوع الصيف فضل لمده 12 سنه، وكان من اهم اغانيهم الولا دوت، ولا عاجبه كده ولا كده، وأغنية مغنواتي
وفي 1982 انضم لهم محمد فؤاد وغنى معاهم كذا حفله كصوت جديد وموهبه شابه بيقدمها عزت ابو عوف، زي بالظبط اللي حصل في اسماعيليه رايح جاي. الخير على حضراتكم جميعا سيداتي ارستاتي سادتي، النهارده يسعدني جدا ان اقدم لكم صوت ارجو انه يعجبكم. ولكن بعد ما الاربع بنات اتجوزوا وابتدوا يخلفوا وانشغلوا في حياتهم، الفرقه فركشت في 1991، ومن هنا عزت ابو عوف قرر ان هو يشوف حظه في التمثيل، وفعلا عمل اول فيلم ليه سنه 1992 ايس كريم في جليم مع عمرو دياب، وكان كل سنه بيعمل على الاقل مسلسلين ثلاثه على اربع افلام، ومن اهمهم طيور الظلام في 95، مسلسل نصف ربيع الاخر في 96، مسلسل زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، فيلم الرجل الابيض المتوسط، واسرار البنات سنة 2001، مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود في 2004، ودور محمد عبد الوهاب في فيلم حليم سنة 2005 اللي كان معاه هيثم احمد زكي اللي هنتكلم عليه كمان شوية. افلام عمر وسلمى باجزائها الثلاثه، وفيلم بوبوس لعادل امام سنه 2009، وفي 5 يونيو سنه 2012 ماتت مراته ورفيقه حياته فاطمه اللي كانوا متجوزين لمده 37 سنه، وعلى حسب كلامه 2012 ل 2015 كانت اسوأ سنين حياته. وبعد كده اتنشر خبر جوازه من سكرتيرته واميره، وناس كتيره طلعت وقالت ان هو خلاص نسي مراته الاولانيه، ولكن هو طلع وانكر الكلام دوت وقال لهم ان هو عمر ما هيقدر ينسى، وان سبب جوازه التاني هو انه مش عايز يعيش لوحده لحد ما يموت، وان اميرة كانت سكرتيرته بقالها مدة كبيرة وانها تعرف عنه كل حاجة وهي اكتر واحدة بيستريح لها، وابتدت علامات المرض تظهر على ملامحه وطريقة كلامه، وكان بيروح المستشفى كذا مرة وحالته كانت بتتدهور مع الوقت، الى ان مات في 1 يوليو سنة 2019 وهو عنده 71 سنة. والغريب انه زيه زي محمود الجندي كان اخر اعمالهم هو فيلم هروب اضطراري ومسلسل ظل الرئيس في 2017. فانا من موقعي هذا بطلب من الفنان احمد السقا والفنان ياسر جلال ان هم يبطلوا تمثيل حبتين، عشان احنا مش عايزين نخسر ناس اكتر من كده. في مقدمة لفاروق الفيشاوي في مسلسل الأصدقاء اللي بيقول فيها جملة بتتكلم عن الشخصية اللي بيلعبها في المسلسل، وأنا من وجهة نظري رغم إن أنا عمري ما قابلت فاروق الفيشاوي ولا عمري هقابله، ولكن الجملة ديت مش بس بتوصف شخصيته في المسلسل ولكن بتوصف شخصيته في الحقيقة كمان. أنا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحبه، سما ومية وشراع مفروض. اتولد فاروق الفيشاوي في مطار بني مزار في المنيا يوم 5 فبراير سنة 1952، وكان أصغر إخواته التلاتة، وبعد ما خلص مدرسة راح للقاهرة عشان يكمل تعليمه هناك، ودخل جامعة عين شمس قسم لغات شرقية، وبعد ما خلص ومن حبه للتمثيل قرر إن هو يخش المعهد العالي للفنون المسرحية، واتخرج من هنا ومضيعش وقته خالص، واشترك في أول مسلسل ليه حصاد العمر سنة 1978 مع محمود المليجي، وبعدين فيلم غاوي مشاكل فيلم البطنية، ولكن تعتبر بدايته الحقيقية كان مسلسل أبناء الأعزاء شكرا أو بابا عبده مع عبد المنعم مدبولي سنة 1979، وبعديها على طول فيلم المشبوه مع عادل إمام سنة 1981، وقد يكون من الممثلين القلائل إن لم يكن الممثل الوحيد اللي ضرب عادل إمام علقة موت في الفيلم ده. قدامي خش قدامي. عندك فيلم تجيبها كده تجيلها كده هي كده في 83. ايه ده؟ مين اللي معاها دول؟ الظاهر عيال بيعكسوها. بيعكسوها؟ مش عيب العيال يعكسوها وانت واقف كده؟ طب اعمل ايه يعني؟ لا انا اهلي علموني اضرب الطويل اللي هناك ده يخاف القصير. وفيلم ليلة القبض على فاطمة وفيلم محظوظ، الراجل كان بيعمل فيلم كل 3 اسابيع، ولو فيلم طول منه وقعد 5-6 اسابيع وهو بيصوره ده كده يكون بيضيع وقت قوي قوي قوي. يعني في 85 بس عمل 16 فيلم، منها ادوار بطولة وادوار دور تاني. اول مسرحية عملها واشهرهم كانت مسرحية البرنسيسة مع ليلى علوي ومحمود الجندي، مسلسل غوايش في 85، وفيلم المرأة الحديدية بعديها بسنة، وبعدين رجع تاني مع عادل امام وفيلم حنفي الأبهة، وعمل مسرحية ولاد ريا وسكينة. وفي 1991 انفصل عن مراته وام اولاده واحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي اظن، الممثلة سمية الالفي، اللي فضلوا مع بعض لمدة 17 سنة من 1974، وبعدين اتجوز من الممثلة سهير رمزي وفضلوا مع بعض 5 سنين وانفصلوا، واخر جوازاته كانت مع واحدة مش ممثلة اسمها نوران منصور، وساووا بعض في 98.
يا تحب يا تقب في 94 ودور الملك فاروق في امرأة هزت عرش مصر. وفضلت من وقتها الافلام تقل سنة ورا التانية لحد 2003 لما بطل سيما تماما وركز في المسلسلات وعمل واحدة من انجح مسلسلاته واحبهم لقلبي وهي مسلسل الاصدقاء. ورجع في 2007 بفيلم 45 يوم مع ابنه احمد الفيشاوي وفيلم الوان السماء السبعة اخر بطولة كاملة ليه. في العرض كل يوم انا امبارح والنهارده واول امبارح. هو في حاجه؟ ابدا يعني عجبني. هو مين معك؟ العرض. وظهر كضيف شرف مع عادل امام في عوالم خفيه مع محمود عبد العزيز في راس الغول ومع يسرى في لدينا اقوال اخرى سنه 2018 وتكون ديت اخر حاجه يمثلها. وفي مهرجان اسكندريه السينمائي يوم 3 اكتوبر سنه 2018 اعلن فاروق الفيشاوي في الفيديو اللي اتنشر ليه باصابته بمرض السرطان واصراره ان هو يقاوم هذا المرض لحد ما يهزمه. بعض التحاليل والفحوصات والاشعاعات دكتور المعالج قال لي فاروق احنا عندك سرطان. ولكن للأسف مرض السرطان هو اللي هزمه ومات فاروق الفيشاوي يوم 25 يوليو سنة 2019 وهو عنده 67 سنة. المخرج الامريكي مارتن سكورسيزي واحد من عباقرة السينما قال ان انت لو افتكرت قصة الفيلم من اوله لاخره ده معناه ان الفيلم عجبك، ولكن لو افتكرت لحظات في الفيلم اثرت عليك فده معناه ان الفيلم دوت من اعظم الافلام اللي انت شفتها. مين فينا يقدر ينسى شكلك فاهم يا نصة في غبي منه فيه، او مثلا وكمان راس حربة في جاءنا البيان التالي، عيش وسيبنا عيش في التجربة الدنماركية. انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول في فيلم ابو علي، واللي بيجمع في كل اللحظات ديت هو ممثل واحد باسم طلعت زكريا. اتولد طلعت زكريا في حي محرم بيه في اسكندرية يوم 28 مارس سنة 1960 من عائلة كبيرة جدا متكونة من الاب والام و12 اخ واخت، وكان طلعت زكريا هو رقم 11 وكان من صغره هو الكوميديان بتاع العيله ودماغه في الفن، وكان حتى بيحيي افراح الجيران كانت اخته بتلعب مزيكا وهو كان بيطبل وبيغني. لما كبر دخل المعهد العالي للفنون المسرحيه، ولما خلص نقل للقاهره ودخل اكاديميه الفن وكان بيدرس الصبحيه وبيشتغل بالليل اي شغلانات ملهاش علاقه بالتمثيل بس عشان يجيب اكل العيش. كان سواق وكان بياع جرايد وساعات طباخ. وهو في سنه ثالثه في الاكاديميه جات له اول ادواره في فيلمين. اول فيلم كان حادي بادر سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتاني كان دور الضابط في فيلم ملائكه الشوارع لاثار الحكيم. الظروف الاجتماعيه اللي بيعيشوا فيها والحرمان بيخلوهم يعملوا كده واكتر من كده كمان. وفي 87 عمل أول مسرحياته وأصغر أدواره مع سمير غانم في مسرحية فارس وبني خبيان، وكان مفروض إن دوره مأساوي وتراجيدي ودراما للصبح، ولكن مع إفيهات سمير غانم الراجل ما استحملش وكان كل شوية بيضحك، ومن ساعتها عارف إن هو مالوش في الدراما خالص وقضاها كوميديا بس. حي يمي رجل حي الطوفان جاي. خده على قد عقله، الطوفان جاي. ايوه ما جبناش المايوهات هنعمل. اسمع انا هموت بداية دي. وعمل مع سمير غانم اربع مسرحيات كمان وكان دوره اكبر فيهم، عندك المستخبي في 91، بهلول في اسطنبول في 95، انا ومراتي ومونيكا في 97، ومسرحيه دوري مي فاصوليا في 2001. كان مقضيها مسرحيات ومسلسلات وادوار بسيطه هنا وادوار تانيه هناك لغايه لما عمل اول ادواره السينمائيه في دور تاجر المخدرات في فيلم بخيت وعديله الجزء الثاني سنه 1996. خد يا حلو نص الفرش ده هدية مني لك. زيت كار. مين؟ زيت كار محبة يعني. آه. نوع نضيف قوي اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. فيلم ابو خطوة للشحات مبروك سنة 98، ولكن هلت علينا سنة 2000 وابتدى ينتشر ويشتهر ويطلع في افلام اكتر. حرامية في كي جي 2 سنة 2000، جاءنا البيان التالي 2001، حرامية في تايلت في 2003، دور الضابط في التجربة الدنماركية، وفيلم خالتي فرنسا والعلاقة الرومانسية اللي حصلت ما بينه وما بين عبلة كامل في الفيلم دوت اللي بالنسبة لي برقبة افلام رومانسية كتير جدا. ايدي وسكتها وانا وغنيت لي، بس اكتر من كده يبقى خاطر. انا في لحظة ضعف وممكن انهار. ابوس ايدك انهاري، انا بقالي 20 سنة مستنيكي عشان تنهاري. بقولك يا فرنسا، ما تيجي نبيع لوت الفل ده ونطلع على اقرب محامي ونضرب ورق عرفي وننهار سوا. عرفي
غابي منه فيه في 2004، أبو علي في 2005، وسيد العاطفي وحريم كريم في 2006. وجات له أول بطولة جماعية مع ياسمين عبد العزيز في فيلم حاحة وتفاحة وفيلم قصة الحي الشعبي سنة 2007. وأخيرا جات له أول بطولة مطلقة ليه بعد تمثيل 20 سنة، والناس كانت فاكرين هو لسه طالع من سنتين، كان فيلم طباخ الريس. ولكن يا فرحة ما تمت، أول لما خلص تصوير الفيلم من هنا وقبل ما ينزل في سبتمبر سنة 2007 جاله التهاب حاد في الشرايين ودخل في غيبوبة. وعادة الواحد بيخش في غيبوبة يوم يومين ثلاثة أسبوع بالكتير، ولكن طلعت زكريا دخل في غيبوبة لمدة شهرين. وحتى الدكاترة قالوا لابنه وبنته إن هو ممكن ما يفوقش خالص من الغيبوبة ويموت، ولكن بعد شهرين فاق فعلا من الغيبوبة، وابتدى بعد كده يحكي على اللي شافه في فترة الغيبوبة دي. كنت بشوف نفسي طاير 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 في سحب سحب وسماء، وكنت بشوف ناس قريبين مني قوي وشوشهم سودة وأشكالهم غريبة جدا شبه الشياطين، عارفهم بالأسماء. ألاقي إيمي لابسة الإسدال وبتصلي في أوضة كده في حتة تانية لوحدها، ألاقي عمر ابني واقف بعيد وبيضحك. ولما ابتدى يبقى احسن رجع للتمثيل تاني، ولكن نحس البطولة المطلقة فضل وراه وراه. فبعد ما عمل فيلم الفيل والمنديل وقبل ما ينزل قامت ثورة في مصر سنة 2011، والناس القائمين على هذه الثورة قرروا يحطوا طلعت زكريا في قائمة سودة عشان كلمتين كان قالهم في برنامج ضده. فكل الناس قطعت افلامه ومحدش حب يتفرج عليه، وحتى منتج الفيلم بتاعه اللي هو الفيل والمنديل نزل بيان قال ان هو ملوش اي علاقة بالكلام اللي طلعت زكريا قاله، ولكن محدش راح يتفرج عليه والفيلم فشل ومعملش فلوس. ولما لقى ان الموضوع مش جايب همه في مصر ومحدش هيتفرج على افلامه، قرر ان هو يروح الكويت عشان يخلص فيلم كان ابتداه قبل الثورة، وكان مفروض ان هو يفضل هناك لمدة 3 اسابيع بس يخلص الفيلم ويرجع تاني، ولكن فضل هناك لمدة 6 شهور وعمل فيلم تاني ومسلسل ومسرحية باسم ومفروض، وخلص ورجع مصر تاني. ولكن كان من الصعب ان المنتجين يجسفوا ويدوله دور بطولة تاني، فالراجل عمل اللي لقاه، دور في فيلم بنطلون جولييت. وما بالك بقى بفيلم بنطلون جولييت، انا مشفتوش الصراحة. مسلسل العراف لعادل امام والخناقة الكبيرة اللي حصلت ما بينهم عشان قطعوا مشاهد كتير لطلعت زكريا، فمن ساعتها وقرر ان هو ما يشتغلش مع عادل امام تاني. وبعدين حاول يعمل مسرحيات من اهمهم مسرحية سكر هانم، وحاول تاني في البطولة المطلقة بفيلم حليمه في 2017، ولكن الفيلم برضو ما نجحش. وبرغم محاولات المتعددة ان هو يرجع ويمثل تاني والناس ابتدت تتكلم عنه، غير ان الكلام ده ما حصلش. والشهرة الوحيدة اللي جات له كانت في فرح هانا الزاهد واحمد فهمي، والكل كان عمال بيسال هي ايه علاقته بهنا الزاهد، هل هو ابوها ولا جوز امها، وليه ملامح وشه كده تعبانه، هو الراجل عنده كام سنه دلوقتي، تحس ان هو فوق التسعين رغم ان هو ما كانش تم 60 سنه اصلا. وفي خلال ايام مات طلعت زكريا يوم 8 اكتوبر سنه 2019 وهو عنده 59 سنه. واخر فيلم عمله كان اسمه الموقف، اللي كان خلص تصوير كل مشاهده فيه ومفروض انه ينزل في 2020. انا مش هكدب عليكم، انا كل مره بتفرج على فيلم البلياتشو لهيثم احمد زكي بقول نفس الكلام اللي اتقال عليه، انه ما كانش احسن تمثيل وما كانش متمكن من ادائه وكان بيأفور في مشاهد كتيره. ولكن كل مره بقول الكلام دوت بفتكر حاجه واحده بس، ان الراجل كان عنده 21 سنه وقتها. هو مين بيعرف يمثل وهو عنده 21 سنه؟ مارك وولبر كان في السجن وهو 21 سنه، براد بيت كان لسه بيعمل اعلانات هابطه، ليوناردو دي كابري كان عمال بيرسم كيت وينزلت وهي عريانه في فيلم تايتانيك. مش بقول ان الفيلم وحش، بس ما كانش اقوى ادائه يعني. ففعلا ما فيش حد بيبقى عبقري تمثيل من هو 21 سنه. هيثم احمد زكي اتولد في 4 ابريل سنه 1984، باباه يبقى طبعا الممثل احمد زكي ومامته تكون الممثله هاله فؤاد. ورغم ان جماعتهم هما الاثنين علاقه حب كبيره، غير ان هما انفصلوا بعد كام سنه من جوازهم، فعاش الطفل مع مامته وجدته وجده لحد ما الفنانه هاله فؤاد جالها مرض السرطان وهو عنده 5 سنين، وبعديها باربع سنين ماتت في 1991. وعاش هيثم مع جدته وجده اللي ربوه وكانوا بمثابه كل حاجه بالنسبه له بسبب انشغال بابا بالتمثيل، ولكن ماتوا واحد ورا التاني وهو عنده 14 سنة. فبعد كده نقل هيثم وعاش مع خاله، ولكن الموت فضل ياخد كل الناس اللي بيتعلق بيهم، ومات خاله بعد سنتين وهو عنده 16 سنة. ومن ساعتها ونقل وعاش مع والده أحمد زكي. والده كان على طول متفائل فيه بالخير وبيقول ان هو هيكون ممثل ناجح وقد يكون الوحيد اللي موهبته هتعدي موهبة أحمد زكي. وفعلا جات له أول فرصة في التمثيل، ولكن في ظروف صعبة وكإنقاذ موقف عشان
يخلص المشاهد اللي فيها بعد وفاة بطل الفيلم ووالده أحمد زكي. ومن ساعتها وهيثم عايش في وحدة تماما وملوش غير نفسه وشغله اللي كمان خلي بيه بعد فيلم بلياتشو لما نزل وكمل انتقادات اللي جات له، والكل عمال بيقول ان هو ممثل فاشل ودخل المجال فقط عشان اسم والده، والموضوع دوت دخله في أزمة نفسية فقرر ان هو يسيب التمثيل وفعلا شال الموضوع من دماغه تماما. ولكن بعد سنة ونص ابتدى ياخد وركشوبس وكورسات للتمثيل ورجع بدور بسيط في مسلسل الجماعة سنة 2010، ولكن بدايته الحقيقية كانت فيلم كف القمر سنة 2011 للمخرج خالد يوسف. محدش داق الغربة وبيجي صغير، محدش بيسيب الجوع نفسه ويوقف وجع بطنه ويبقى صغير، محدش على اسفلت صغير وبرضه محدش على اسفلت كبير يا ذكري. وبعديها على طول دوره في مسلسل دوران شبرا وفيلم سكر مر مع كريم فهمي واحمد الفيشاوي، وفي رمضان سنه 2014 عمل واحد من اهم ادواره منصف الابن الضال اللي عايز يقتل ابوه في السبع وصايا، وبعدين ظهر في فيلم الكنز 1 و2، وفي 2018 عمل مسلسل كلبش الجزء الثاني مع امير كراره، وبعدين عمل اخر اعماله مسلسل علامه استفهام في رمضان سنه 2019. وفي 7 نوفمبر مات هيثم احمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية حصلت له بسبب جرعة زيادة من الأدوية والمكويات. والغريب في الموضوع ان هو مات وهو 35 سنة، نفس السن اللي ماتت فيه والدته هالة فؤاد اللي ماتت بنفس المرض اللي مات بيه والده أحمد زكي. ودي كانت حلقتنا النهاردة، معلش لو كنت طولت عليكم حبتين، اتمنى كنتوا استمتعتوا بيها. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم واعملوا سبسكرايب عشان القناة تكبر بيكم، واعملوا فولو على الانستجرام. انا بشوي بدير واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.